النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. وفد مفاوضات الإقليم برئاسة قباط طالباني يتوجه إلى بغداد، ومسرور برزاني يؤكد أن من بين المتظاهرين أناس من الخارج. وفي اليوم العالمي لمكافحة الفساد، القاضي عبد الستار رمضان يؤكد أن الفساد بات أخطر من كورونا ومن الإرهاب. ومجلس النواب الأمريكي يصادق على مشروع الميزانية الدفاعية بقيمة 740 مليار دولار رغم معارضة ترامب. وفي ظاهرة متجددة، برلمان الكونغو يتحول إلى حلبة مصارعة بين أعضائه، واكتشاف نفق طوله 200 متر بالقرب من أحد سجون بيرو.